صوم الأربعين، اليوم 15 من أذار. المجد هو الهدف النهائي في هذه المسيرة المقدسة، مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، مسيرة التحضير لفرح القيامة. هذا الهدف بالأخير يجعلنا أن نسير وراء المسيح. الطريق هو في الاقتداء بالمسيح، عاش في الحب ومات من أجل الحب على الصليب. التلميذ المؤمن يجب أن يدخل في المسيح بكل ما فيه من طاقة، عليه أن يمتلك ويتخذ لذاته حقيقة التجسد والفداء بكاملها لكي يعود فيجد نفسه. هكذا قال قداسة البابا في الرسالة فاد الإنسان. وعندما يدخل المسيح إلى حياة الإنسان فإنه يحرره من الأنانية والتكبر. يدخل المسيح في روحك، يسكن يسوع في تفكيرك لكي لا يترك أي مساحة للخطيئة لتتسلط عليك. الصليب هو رمز للحب والعطاء الكلي، وهو نفسه شعار التلميذ المؤمن المدعو للاقتداء بالمسيح. يقولون إن كل تلميذ يجب أن يتمثل بمعلمه، وأنت تملك الصليب لأن المسيح أعطاك إياه لتسير وراءه وتحمل صليبك وتتبعه. احمل الصليب في صلاتك، احمله على مذبح المائدة، احمله في سريرك وفي كل مكان ليكون شعار للمجد، المجد الذي وعدنا به السيد المسيح، المجد الذي أعطانا إياه بقيامته من بين الأموات وبصعوده إلى السماء وإرجاعنا إلى تلك الصورة والكرامة التي كانت لنا منذ بدء العالم. آمين.